بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله خلال محاضرة اليوم راح نحكي على موضوع جديد وهو موضوع الكاميرا. راح أرجع بس خطوة للخلف على موضوع البايبد، وكانت معضلة عندنا أنه الهيكل العظمي دائما في آخر خطوة بحرك القدم بحيث أنه يبحث عن النكست فوت ستيب 20-21. الآن الرجل لونها بنفسجي، هاي بتبحث عن الفوت ستيب رقم كم؟ رقم 22. يمكن اللي حضر الفيديو توتوريال لبعض الأشياء اللي أنا منزلها سابقاً عالجتها هاي المشكلة من باب التذكير. أول شيء بدي أعمله عشان البايبد في نهاية الحركة تاعته يتوقف وقوف تام، رح أرجع فوت ستيب رقم 21 بجنب فوت ستيب 20 أشوف الحركة. أوكي، هاي هي الحركة اللي فيها مشكلة بعنيها. هاي كنترول A لكل الفوت ستيب دي أكتف، وأكتف مرة أخرى عشان في فوت ستيب تحرك مكانها. شوف حتى نوعية الحركة اختلفت. الآن المطلوب مني أني أنا أعدل هاي الحركة والبايبد، نحكي يقف وقوف تام. بكل بساطة وإنت واقف على البايبد تطلع لخيار جراف إديتر دروب شيت، بتنزل لتحت هون آخر إشي رح تلاقي أوبجكت فيه في قلب البايبد تاعك. إذا عندك أكثر من بايبد رح تشوف أكثر من بايبد في داخل الأوبجكت. هذا هو التسلسل اللي بيمشي فيه البايبد. بتكون الخطوتين على الأرض 0 و1، واحد بتمشي بعدين 2 3 4 وهكذا الأمر. بترك بتلاحظ معاي هون في عندي تداخل ما بين الخطوات، إنه في اللحظة اللي الرجل رقم 1 بتلامس الأرض الفوت ستيب أو الحركة رقم الفوت ستيب 2 بتبلش تشتغل وهكذا الأمر. الآن أنا مشكلتي في النهاية هون في الفوت ستيب رقم 20 و21، إنه البايبد، خليني أنزل هاي، إنه البايبد يعدل وقفته ويقف وقوف صحيح 100%. الدروب شيت واضح أمامكم شباب؟ واضح. طيب شوف بكل بساطة كيف، زي ما الفوت ستيب كانت بدايتها 0 و1 بلشوا مع بعض، نهايتها 20 و21 بغض النظر عن الأرقام. تيجي بتعمل كليك على، شوف كليك على 20 بيطلع عندك نقطتين. إذا بتحمل من المنتصف بحرك تزامن الفوت ستيب كاملة. أنا ما بدي أضغط في المنتصف، بدي أضغط على النقطة البيضة هاي اللي موجودة هون في نهاية. في النهاية بتضغط في المنتصف بضلل البداية والنهاية، بتضغط على النهاية بضلل فقط النهاية، بتضغط على النهاية وبتحركها بالماوس بحيث إنه فوت ستيب 20 تختم مع فوت ستيب 21. زي ما بلشوا مع بعض بينتهوا مع بعض. أنا بس أشوف هذا الشكل الفوت ستيب رقم 0 و1 خط مستقيم، معناته أن الرجلين التنتين على الأرض، و20 و21 نهايتهم مع بعض، بفهم أنه التنتين على الأرض في نهاية الحركة. كلوز، زبطت؟ لا كنترول A وأنا واقف على الفوت ستيب دي أكتف وأكتف مرة أخرى. شوف فوت ستيب 21 أو فوت ستيب 20 بطلت تبحث عن الفوت ستيب 22. شفت أنا عملت التأثير على الدروب شيت، عملته بس ما تأثر. أوكي، فاضطريت أني أنا أفك كل الفوت ستيب عن البايبد وأرجع أضيفها عليه مرة أخرى من خلال دي أكتف وأكتف للفوت ستيب. واضحة شباب؟ بترجع لها مرة أخرى على أي هيكل عظمي، وخصوصا في المناطق اللي فيها جمب راح تشوف أنه تأثيرها جدا قوي. أصلا هاي أنا ما بستخدمها إلا وين؟ في نقطة البداية ونقطة النهاية. طيب الموضوع اللي أنا جاي أحكي عنه أو الموضوع محاضرتنا اليوم هو موضوع الكاميرا. راح انطلق لتاب كرييت جيومتري شيب لايت، اخذناها
كاميرا. هاي الكاميرا، الكاميرا في عندي ثلاث أنواع من الكاميرا: الفيزيكال كاميرا والتارجت كاميرا والفري كاميرا. نيجي لأسهلهم على الإطلاق اللي هي فري كاميرا. شوف، أخذت فري كاميرا ورسمت، هاي الكاميرا طلع لك إياها لفوق كمان، مع أني أنا ما بحب أشتغل عليها هون. الفري كاميرا كاميرا ثابتة في مكانها بتشاهد العنصر، أوكي؟ كيف بدي أشوف الكاميرا هاي شو بتجيب؟ بدك تطلع لتاب أو للمنيو برسبكتيف وتقول له غير لي إياها لكاميرا 1. هذا الفيو اللي بتجيبه كاميرا 1. بدك الصحيح، بدك تيجي على التوب فيو إذا هذا الفيو اللي بدك إياه، وتيجي على كاميرا 1 سنترها مكان معين. نيجي للمسقط الجانبي، نشوف إنه الكاميرا وشو اللي بتشوفه. اللي بتشوفه الكاميرا شباب مين هو؟ هذا المربع اللي لونه أزرق بس. اللي برا المربع اللي لونه أزرق الكاميرا ما بتشوفه. أنا بس أبلش أشتغل على 3D Max، أوكي، وأهتم في موضوع الكاميرا. بصراحة شاشة البرسبكتيف فيو هاي أنا ما بقدر أستغني عنها، ما بقدر أستغني عنها، فباجي بستغني عن واحدة من الشاشات اللي هون. وأنا موسى شاشة التوب فيو ما بستغني عنها، ولا شاشة الفرنت فيو. أنا ما عندك مشكلة عن الشاشة اللي بديك إياها أستغني عنها، فأنا الآن راح أستغني عن الليفت فيو وأحولها لكاميرا فيو. كاميرا ليفت، كاميرا كاميرا 1. إذا عندي أكثر من كاميرا بتطلع 2 و3 و4 زي ما بدك. هاي كاميرا 1، هذا اللي بتجيبه كاميرا 1. راح أجي هون بدل واير فريم أحكي له إيش؟ ديفولت شيدنج، عشان يعطيني إياه ملون. إذن هذا هو الفيو اللي راح تجيبه الكاميرا. تعال نجي نعمل كليك هون وتطلع معي على هاي الشاشة وعلى هاي وعلى هاي، وبدي أعمل سيليكشن للفري كاميرا. وأزيدك من الشعر بيت إنه أنت ممكن تحرك هاي الكاميرا، ممكن إنك تعمل لهاي الكاميرا روتيشن، يمكن هون أوضح مكان تشوف فيه الروتيشن اللي أنا عملته هيو. عشان أنا أعطيك معلومة تكون صحيحة، هاي الكاميرا مقلوبة، هذول عشان تكون الكاميرا الفيو صح هذول الدائرتين زي الكاميرا تاعت السينما لازم يكونوا للأعلى يعني هيك. وهي موف وجيب للكاميرا هون. الآن اللي جوا المربع هو الفيو اللي بتشوفه الكاميرا، هاي الفيو، هذا الفيو واضح لغاية الآن؟ واضح. طيب تعال نيجي نعمل كليك على الكاميرا ونطلع لتاب موديفاي حتى أشوف خصائص الكاميرا اللي أنا عم بشتغل عليها وبرسم فيها حتى تجيب لي الفيو. هاي أول خاصية في عندي الكاميرات، في الستوك لينسز، العدسات تاعت الكاميرا العالمية 15 ملي 20 ملي 24 ملي، هذول ستاندرد. نطلع هيك بس شوي مسقط جانبي عشان نشوف منيح. اطلع هون واطلع هون واطلع هون. شوف 15 ملي الفيلد اوف فيو اللي بتشوفه الكاميرا شو صار؟ أكبر، 20 أقل، 24 زي أكنك بتعمل فوكس على الشكل. طب أنا إيش أختار؟ أي خالد؟ أي شباب شو أختار أنا؟ أي واحدة فيهم؟ دكتور حسب الأوبجكت اللي بيكون عندك يعني، أو حسب الشغل. صحيح، حسب الشغل اللي أنت بتشتغله. بدك الكاميرا بعيدة، بدك الكاميرا قريبة، بدك يعني بدك فيو أفضل، ممكن تقرب الكاميرا على الشكل وتصغر الفيو. يعني حسب الكاميرا
كم بعيد عن العنصر وقديش انت بدك زوم. طيب هل هذا الاشي اللي انا قاعد بقلب فيه وبشتغل فيه ممكن اني اعمل فيه انيميشن؟ اه، فعل الاوتو كي فريم، ثبت هون، انا عامل كليك على الكاميرا، تعال على فريم 40 مثلا، هي 35، هي 20، شوف حصلت على انيميشن 200. لا 200 بتخدمنيش، 50. طيب هاي 50 وبدي انزل الكاميرا للاسفل وازيحها على اليسار، شايف غيرت الفيلد اوف فيو تاع الكاميرا وحركت الكاميرا ايضا. هذا النوع من انواع الكاميرات هو الفري كاميرا. طب ممكن انا يعني ما اغير على الخصائص اظني اشتغل هون؟ اه عادي، حرك التايم لاين، جيب الكاميرا هاي هون مثلا واعمل لها روتيشن، دورها، حرك التايم لاين، شوف الفيو بطل شايف البايبد، هاي روتيشن. هيك انت استطعت انك تبني انيميشن لهاي الكاميرا. طبعا انا عيني وين؟ عيني هون على الفاينل ريزلت. هذا النوع من النوع الاول من انواع الكاميرا اللي هي الكاميرات الثابته. النوع الاول من انواع الكاميرات اللي هي الكاميرا ثابته في مكانها، بدك تحركها بتحركها من خلال الاوتو كي فريم او من خلال المانيوال انيميشن. طيب اضرب لك كمان مثال اخر على الفري كاميرا، هي الهيكل العظمي، شوف عشان اعرف اشتغل. المطلوب مني اني اضيف كمان كاميرا تضلها تمشي مع الهيكل العظمي. تعالي على التوب فيو، وين الهيكل العظمي؟ هيو، نرجع على قائمه كرييت فري كاميرا، نرسم فري كاميرا. عيني هون وهون وهون، هون لا، ليش؟ لانها هاي كاميرا واحد، غير كاميرا اثنين، هذا اللي بتجيبه كاميرا اثنين، ما بتجيبش اشي اصلا، هي تحت البلان. بدي اول اشي انه المطلوب انه الكاميرا تمشي مع الهيكل العظمي، ارفعها لفوق، اوكي، وجيب للكاميرا من هون ورا الهيكل العظمي، شوف زوم ان الكاميرا عالية كثير، نزلها للاسفل خلف الهيكل العظمي، اوكي. شو نعمل لها هاي؟ شوف بدي اياها وراه، هاي روتيشن، الكاميرا وضعها صحيح ولا مقلوبه شباب؟ مقلوبه. مقلوبه صح، دليل على كلام، تطلع على الفيو اللي بتجيبه الكاميرا بالعكس. نقلبها، شو المشكلة يعني؟ نعدلها، هاي روتيشن، بدك قيمة 90 درجة، 180، لأن هي على الصفر اعملها 180 بتقلبها. هاي نيجي نتطلع هذا اللي بتجيبه الفيو، ممكن أنا هون ألف الكاميرا ورا الكاركتر، شايفها أنت كثير قريبة منه، بترجعها للخلف، بتحكي للكاركتر مايل على اليمين مايل الكاميرا زي ما بدك، بتحكي لي كثير عاملة زوم إن، يا إما بترجع الكاميرا للخلف أو تلعب في الفيو أو في الزوم تاع الكاميرا. هاي 15. الآن اللي أنا طلبته إني بدي الكاميرا هاي تضلها تتبع هذا العنصر. شوف أنت لازم تشتغل على الأربعة فيو بصراحة، بدي إياها تضلها تتبع هذا العنصر. كيف بدي أخليها تتبع هذا العنصر؟ مين يقترح علي اقتراح؟ لأنه العنصر بس أعمل بليه بده يتحرك، والكاميرا هيها هون ظلت ثابتة في مكانها. دكتور تعملها انيميشن مع البايبر؟ يا بي ما أصعبها هيك، أنت قصدك؟ انه ما في طريقه غير هيك دكتور، هذا لا، في هاي الكاميرا انت اللي بتحكي فيها، هيو
حرك تايم لاين، حرك كاميرا، اعمل لها روتيشن شوي، حرك كاميرا، حرك تايم لاين، حرك كاميرا، اعمل روتيشن. هيا لحقت العنصر. بس بصعوبه. بدي اتغلب. هيا تطلع على الفاينل ريزلت هون، هيا بتمشي ورا. طيب في خاصيه فولو شيء زي هيك. ارجع لي على الكاميرا، وهذول الكي اللي انا رسمتهم هون، رايت كليك ديليت. هاي انيميشن الكاميرا ما بتمشي. طب لو اجيت انا مثلا بدون ما اشغل الاوتو كي فريم، مش الهيكل العظمي بيتحرك؟ لو اجيت حكيت للكاميرا لينك ما بين الكاميرا وراس الهيكل العظمي، زبطت؟ طلع زبطت شباب؟ زبطت. واسهل واسرع، بس بدي اياك تلاحظ ملاحظه. الكاميرا وهي ماشيه بتطلع للاعلى وللاسفل، للاعلى وللاسفل، صح كلامي؟ هي طلع هون، دقق لي النظر فيها، انا بقدرش افوت زوم ان كثير، بس تطلع عليها بتتحرك ولا ما بتتحرك؟ مزبوط دكتور. ليش بتطلع لفوق وتحت؟ هسه تبعته. ماشي موافق، لان عملت لها لينك معه، لانه راس الهيكل العظمي تطلع هي مستواه هون، وهو بيمشي مره بيرتفع الراس للاعلى ومره بينخفض، فهي راح تتحرك زيه. منطق؟ فهمتوا ليش بتطلع للاعلى وبتنزل للاسفل؟ لانه راس الكاركتر بيطلع للاعلى والاسفل. افرجيك بديل اخر، يعني ممكن احكي للكاميرا هاي لينك مع ايد، مع الايد بدها تتحرك زي الايد، الايد اكثر حركتها للامام وللخلف. هاي زوم اوت وشوف للكاميرا، شوف زي ما الايد بتعمل الكاميرا بتعمل. بتحكي لي، احكي لي ليش صارت تميل على الفاينل ريزلت هون؟ ليش صارت تميل؟ الايد بتطلع وتنزل، تمشي لفوق وتحت. يعني يا ريت لو انه في الغرفة الصفية او في المختبر كان فرجيتك. اذا بتدقق النظر على الايد اللي لونها ازرق، الايد اللي لونها ازرق بتعمل روتيشن، تعمل روتيشن مرة للاعلى ومرة للاسفل، فالكاميرا راح تعمل زيها. طب لو اجيت انا الكاميرا لينك بين الكاميرا والحوض، هي زوم اوت، ممتازة زيها زي ايش؟ زي الراس. لا مش زيها زي الراس. ركز هون شو اللي بصير. شو بتعمل الكاميرا؟ بتميل مرة يمين ومرة يسار، زي حركة الحوض. الحوض اصلا هو عشان ياخذ حركة طبيعية مرة بميل على اليمين ومرة بميل على اليسار حسب الفوت استب. يمكن نتيجة الكلام اللي احنا تكلمناه في هاي الكيس افضل مكان تربط الكاميرا مع راس الكاركتر، بحيث انه يعطيني افضل فيو، الا اذا راس الكاركتر بدور. اذا راس الكاركتر دار، شو بتعمل الكاميرا؟ بتصير تدور زيه. واضحه شباب؟ واضح دكتور. يعني موضوع منطقي. هذا النوع الاول البسيط من الكاميرات اللي هو الفري كاميرا. النوع الثاني التارجت كاميرا. التارجت كاميرا ما بتعمل كليك، بتعمل دراج اند دروب، بترسمها. التارجت كاميرا كاميرا زي في الستاد كرة القدم، كاميرا ثابتة في مكانها وفي إلها مكان تطلع عليه اللي اسمه التارجت. هذا التارجت ممكن إنه يتحرك وين ما بدي. هيو هاي كاميرا رقم 3، تعال نشوفها. هاي اللي بتجيبوا كاميرا 3، ممكن اني انا اقربها. طب الكاميرا رقم 3 ممكن انه اعمل لها روتيشن. شوف حتى لو عملت لها روتيشن ما بتعمل، يعني على في محور ما بتعمل عليه روتيشن.
المحور اللي ما بتعمل عليه روتيشن لأنه مش من وظيفة هاي الكاميرا إنها تلف يمين ويسار، مش من وظيفة. شوف بلفها يمين ويسار بتلف up and down. هاي الكاميرا عشان بديها تلف يمين ويسار مش من خلال الروتيشن، من خلال التارجت تاعها. شوف ضاع مني التارجت، لا ما ضاعش هيو. وإذا تغلبت في تضليل التارجت، تعال امسكه هون من شاشة 2D هيو. وإذا ما قدرتش تمسكه هون، خد select by name. أنا واقف على كاميرا رقم 3، هيها هاي التارجت تاعها، كليك أوكي بضلل لك إياه. فأنت عشان تدور هاي الكاميرا تدويرها من خلال تحريك التارجت، تدويرها من خلال تحريك التارجت. يعني أنا ممكن أجي هون أحافظ على مكان الكاميرا في مكان معين وأرجع على التارجت، أفعل الأوتو كي فريم علشان نجي نطلع فروم توب، أحكي التارجت هون، غير آسف التارجت إجا هون. هي وظيفة الكاميرا تلحق عنصر شباب، وظيفة التارجت كاميرا إنها تتابع مكان عنصر. تعال نشوف كاميرا 3، هي اللي بتجيبه كاميرا 3، كاميرا على الستاد برا وبتتابع العنصر. هل من الممكن أني أقوم بتحريكها؟ آه ليش لا، أمسك الكاميرا نفسها حركها. هسا مين بدك تستخدم أنت؟ أي نوع من أنواع الكاميرات حسب الشيء اللي أنت بتفكر فيه. شايفها عالية نزلها قدامه وارفع التارجت، لأنه التارجت تاعها على مستوى الأرض. شوف يعني بتبني انيميشن زي في الأفلام. أنا عيني هون، طب متى بدي أستخدم الفري كاميرا ومتى بدي أستخدم التارجت كاميرا؟ الفري كاميرا بتستخدمها غالباً في مشهد ثابت، كاميرا بدها تطلع من بعيد وممكن إنك تعمل لها إنيميشن، أو في مشهد إنه الكاميرا تتبع عنصر معين. التارجت كاميرا وين راحت؟ هاي التارجت كاميرا، كاميرا ثابتة في مكانها واعتمادي مش على الكاميرا للتحكم طبعا في الكاميرا، اعتمادي على التارجت تاعها للتحكم بها. أطفي الأوتو كي فريم وأرجع أرسم كمان تارجت كاميرا وأحكي لك آخر جزئية عن التارجت كاميرا. أعطيني مسقط جانبي لأنه ما بزبط إنه الكاميرا تضلها على مستوى الأرض. طبعا إلها خصائص نفس هذولاك، وينهم الزوم، بس الزوم ما راح يبين معي إلا بس أشوف اللي بتجيبه الكاميرا هون. هاي كاميرا 4 وهي التارجت تاعها هون. هسا آخر شيء بدي أحكي لك إنه أنا الفيو اللي بدي إياه هاي الكاميرا تضلها ثابتة مكانها والكاميرا تضلها تتبع العنصر. فعليا على أرض الواقع هون عملت إنيميشن أو ما عملت إنيميشن، الكاميرا بتضلها تتبع مين؟ اسمها تارجت كاميرا، بتتبع مين شباب؟ الهدف تبعها، تتبع التارجت. الآن أنا ما بديها تتبع التارجت، بديها تتبع البايبد. طبعاً البايبد اللي موجود أمامي بتكون من العديد من النقاط أو الأوبجكت، فأنا بدي أحدد واحدة من هذول. بكل بساطة بروح على الكاميرا وبطلع لتاب موشن، هي هون لوك أت تارجت. الكاميرا مين بتشاهد؟ شو هو؟ كاميرا فور دوت تارجت، هذا اسمه كاميرا فور، هي اسمه كاميرا فور دوت تارجت. أنا الآن بدي الكاميرا على الموشن
بدل ما تتطلع على التارجت تشاهد مثلا راس الكاركتر. فباجي هون بحكي له بيك تارجت، بروح بعمل كليك على العنصر اللي بدي اياه تتبعه. الان بس اعمل كليك راح يفك الفيو تاع الكاميرا اللي على التارجت ويلتقط مين الاوبجكت هذا. شوف لا عملت انيميشن ولا شيء، كاميرا ثابته مكانها راح تضلها تشاهد في راس الكاركتر اللي موجود عندي هون، تضلها تتبعه. ممكن انك تعمل لها انيميشن، ممكن انك تعمل لها انيميشن، يعني عادي. بدك تغير مكانها بتفعل الاوتو كي فريم، يعني افضل مكان ممكن هون يكون للحركه. فوت زوم ان، جيبها قدام الكاركتر، وهكذا الامر، بحيث اني انا اغير تارجت الكاميرا من عنصر الى عنصر اخر. يمكن انا نقيت اصعب شيء وتعاملت معه اللي هو الهيكل العظمي، بحيث انه اشتغل عليه. السؤال القوي واللي بيطرح نفسه، انا الان في البروجكت هذا اللي بني كم كاميرا عندي؟ أربعة. طب شو الفائدة منهم؟ أنا بحكي لك، كل واحدة من هذول الأربع كاميرات، كل واحدة من هذول الأربع كاميرات بتجيب لك فيو. هاي الفيو الأول مع الانيميشن هذا، وهاي الكاميرا رقم 2 هاي الفيو تاعها، والكاميرا رقم 3 هاي الفيو تاعها، وأربعة وخمسة وستة وعشرة. شو الفائدة؟ نرجع للأساس في عالم التصوير. الأساس في عالم التصوير، بس تيجي تحضر مقابلة أو تحضر لقطة سينمائية أو لقطة تلفزيونية، يعني حسب اللقطة غالباً ما بتكون كاميرا واحدة بتصور، بتكون في عندي كاميرتين بيصوروا المشهد. وإذا كان بث مباشر بكون في واحد قاعد على الميكسر وبيحول على البث المباشر، مرة كاميرا واحد تطلع لايف، ومرة كاميرا اثنين، ومرة كاميرا ثلاث، زي النشرة الجوية بكون في عندي مذيعين، مذيع مثلا واثنين حضور محللين قاعدين معه. فمرة كاميرا بتجيب المحلل الأول، وكاميرا بتجيب المحلل الثاني. هذا في عالم البث المباشر. هون أنا بشتغل أوفلاين، ما عندي بث مباشر. فأنا شو اللي بعمله الآن؟ بدي أعمل مشهد لقطة، اوكي. اللقطه هاي بدها تجيني من اكثر من فيو، فانا شو اللي بسوي؟ بروح بطلع كاميرا واحد الفيو تاعها كامل كفيديو، وبعدين بروح بطلع كاميرا اثنين الفيو تاعها كفيديو. هاي كم فيديو صار عندي؟ اثنين، ويصيروا ثلاث واربعة وخمسة، بصير عندي اربعة فيديو. هذول الاربعة فيديو بوديهم للشاب تاع المونتاج او للشخص المعني في المونتاج، وبحكي له أول مثلا ثانيتين من هون وركب لي إياهم على الفيديو الثاني، وجيب لي لقطة من الفيديو الرابع وركب لي إياه، عشان أعمل لقطة متكاملة. هاي اللقطة المتكاملة كانت السورس تاعها أربع كاميرات، السورس تاعها كان أربع كاميرات. فلذلك الأمر لابد أني أنا وياك نتعلم الآن كيف أخرج هذا الشغل تاعي as a video. خليني أجيب هاي كاميرا اثنين وأنا واقف عليها، اوكي. راح اجي للرندر سيت اب، ماشي. اجي احكي له انا عندي هون 330 فريم، ايش بدك من ال 330؟ هسا اذا انت بتعرف المنتج او الشاب اللي على المونتاج شو اللي بده اياه، بتيجي بتحكي لي الكاميرا واحد بدي من 0 ل 100. هسا بعد هيك انا ما بهمني، لاني بعد ال 100 بدي اجيبها من كاميرا ثانيه. بتقدر تيجي تحكي له هون رينج من 0 لمية. ركز، أنا 330 بطلع الفيديو، بس بطلع الفيديو لغاية الفريم رقم 100. ممكن تيجي تحكي له الأكتف تايم لاين اللي هو من 0 ل 330، رح يعطيني إياها. وخلص بلكي الشاب على المونتاج ما بده لمية، بده لمية وأربعة، بكون في إشي جوهري في اللقطة. فأنا بخرج الكاميرا الأولى، أوكي، كامل الفيديو، والثانية والثالثة والرابعة، وبعتهم للشخص المعني. السؤال الثاني اللي بيسألني إياه هون حجم الفيديو. أنا ما رح أكبر حجم الفيديو عشان الجهاز ينجز لي العملية بسرعة. فرح أجي أحكي له الفيديو تاعي مثلا 460 ب 480.
إذا جهازك بتحمل تعال قل له HD 1920x1080 أوكي؟ أنا رح أختار ريزوليوشن أقل. ننزل لتحت شوي بحكي لي الفايل اللي بدك تخزنه وين بده وين بده يظهر. هاي فايل أحكي له على الديسكتوب اسمه M بلاش M في عندي M Output All Format إيش بدك تخرجه شوف AVI فيديو BMP صورة CIN بعرفش هذا إشي للكاميرات الكودك ما مر علي اللي أنا بعرفهم BMP AVI GBG BNG MOV تاع الأبل تاع الكويك تايم يعني هذول المتداولات المعروفات أنا رح أخرج AVI أو أخرج MOV بس أنا خايف يكون الكودك تاع الـ MOV مش نازل عندي خلينا أخرج AVI على المضمون هاي اسمه output.avi هاي سيف بسألني هون على نوع الكمبريشن طريقة الضغط يعني معركة معركة كبيرة هاي طريقة الضغط هاي MBG كومبريسر الكواليتي تاعت الصورة 100% رح يطول هاي أوكي خلصت هيني أعطيته الريزوليوشن أعطيته الرينج اللي بدي أشتغل عليه حددت وين بده يخزن هاي ريندر شو اللي قاعد بيصير بجيب الصورة الأولى الصورة الثانية الصورة الثالثة الصورة الرابعة وهذه الصور اللي قاعد هو بيجيب فيها في النهاية رح يحولها لملف فيديو شوف أنا سكرت شاشة الفيو عشان تصير عملية الريندر أسرع طبعا هذا أغبى ريندر في العالم وأسوأ ريندر في العالم اللي هو الديفولت ريندر هسه بحكي لك ليش لأنه ما رح يعطيني التفاصيل ما رح يعطيني الانعكاس انكسار الضوء يعني ما رح يطلع شكله جميل بس خلينا نشوف النتيجة أنا وياك هاي يخلص هاي كلوز خليني أغير لك الشير هاي نعيد شو رأيكوا فيه طلع هون مبكسل صح ريزوليوشن ريزوليوشن بخزي يعني طلع هاي فول سكرين شوف ما أسوأه لأنه طريقة الضغط وطريقة تحويل الفيديو وحجم الفيديو كان سيء جدا عدا ذلك ممكن الجهاز يعلق معك بدي أفرجيك على نفس الريزوليوشن بدي أفرجيك على نفس الريزوليوشن اللي أنا اخترته شو ممكن أعمل راح أنزل لتحت أوكي وفي هون Assign Render أغير نوع الريندر اللي أنا بستخدمه اللي هو طريقة تحويل الأوبجكت إلى صورة وتحويل الصورة إلى فيديو راح أجي هون أختار أنا مش منزل أشياء يعني هذول الديفولت في إيش اسمه الفيري عالم في حد ذاته تعال نشوف بالله هذا الكويك سيلفر هاردوير ريندر مش شرط إنه يكون موجود عندك يمكن أنا يكون في عندي هاردوير في اللابتوب غير عن اللي عندك هاي أوكي هاي ريندر أوفر رايت على الملف يس شوف صارت طريقة الريندر أبطأ أبطأ يعني قاعد بعمل شغل أحسن هاي كانسل أشوف بالله الملف اللي طلعه يعني بديش أشير لك إياه يعني مش واو مش واو شوف هذا كيف بيحول الأوبجكت لصورة طلع ببحث بعمل سكان للإيمج هذا رح يعطيني نتيجة أفضل
يعني كل واحد من هاي الريندر سوفت وير كل واحد فيه له خلينا أسكرها شوف ما أبطأ كثير بطيء كل واحد فيهم له طريقة مختلفة في عملية تحويل الأوبجكت لـ 3D إلى إيمج ودمج الإيمج بحيث أنها تصدر معي as a video. الشباب هذا راح يقعد له ساعة هسه معطين هون estimated time بده تلت ساعة شوف تلت ساعة عشان 300 فريم تلت ساعة عشان عدد بسيط جدا راح أعمل له cancel وأنا لو عملت له cancel شباب أوكي راح يعطيني نتيجة النتيجة شوف ولا ثانية يعني حتى النتيجة اللي أعطاني إياها ولا ثانية هي ستوب بس بديك تلاحظ إنه هون شو فعل شوف صار في انعكاس للضوء الخطوط المتقطعة اللي كانت كثير راحت بدك إشي احترافي بس بدك جهازك يدعم هاي اتش دي فيديو هاي 1280 ب720 هاي نفس الريندر او الفيري نازل عندي كان فرجيتك دكتور بدك تطلب منه انت ريندر والله ما اظن اني اطلب منك ريندر بس انا بدي افرجيك واحدة من الصور اللي تطلع معي طلع كيف صارت حجم الصورة اكبر صار الريفليكشن احلى صارت اوضح بس انت متخيل كل الوقت هذا من اول ما بلشت احكي لغاية الان عمل فريمين ولسه ما خلصهم هسا بس ترمش الشاشة بخلص أول فريمين هاي خلص فريمين يعني خلص هاد وهاد يعني خلص اثنين من أصل 300 بس هذا الكلام في نهاية المطاف أوكي صار بده 58 دقيقة أو صار بده ساعة عشان 300 فريم بس أنا واثق تماماً أنه في نهاية المطاف رح يطلع معاي فيديو جداً واضح أوكي وريزوليوشن حلو والماتيريال والإضاءة والأشياء هاي اللي أنا تعبت عليها راح تبين معي على فكرة أنا هون لا في عندي إضاءة ولا في عندي خامات ولا في عندي أي إشي على الستيج لو أنا مفعل أو منزل إضاءة ومنزل خامات ومشتغل على الرفليكشن وعلى البمب بتاعت الماتيريال والأمور هاي إذا هون قاعد باخد على الفريم الواحد نحكي 10 ثواني بصير بده دقيقة على كل صورة بس في مقابل ذلك رح يأخذ وقت كبير لكن شو النتيجة رح تطلع معي نتيجة ممتازة جدا وإحنا قاعدين بنحكي على أبسط شيء شايفين اختلفت الدنيا ما فيش يعني فيش سكند اللي يعرض لي إياه يعني ما قدر يعمل الفيديو وقفته لأنه فهذا موضوع جدا جميل بنصحك اللي مهتم في موضوع الرندر وانت يعني اذا اشتغلت شغل موديولينج حلو وجميل في المادة اللي راحت والان قاعد بتعمل انيميشن وبتشتغل على الانيميشن بطريقة صحيحة اذا ما قدرت تعمل رندر في اوتبوت جيد ما اشتغلتش انت انا ايش بدي اياه هون انا ايش بدي اياه هون على 3D Max بلزمنيش انا بدي اياه فيديو إذا أنت بدك تعمل فيديو أنا بدي إياه فيديو فإذا ما طلع معي فيديو واضح بلا منه فبدك تكون مسيطر جدا على الموضوع بنصحك تبحث على الإنترنت على الفيري VRAY فيري ريندر فور 3D Max لأنه الفيري موجود للسينما 4D وللمايا ولكل البرامج لل 3D Max مشكلة الفيري أنه مدفوع الثمن يعني بدك تدور على نسخة كراكت وتنزلها حتى البرنامج يقبلها لكن راح تشوف انه النتائج النهائية له جميلة جدا خليكم معي ثواني
شوف اكثر شيء بيأذي الشغل الشعر والعشب، لانه بكون في ديتيلز مهوله جدا. انا بدي افرجيك بس سامبل عن صوره، هاي هاي الموديل اللي هو شغال فيه. شوف هون كيف الشادو، كيف الاضاءه، كيف الانعكاس. شوف كيف العشب بين. لو في عندي فيديو اوضح بيجنر برو، بدي اشي سامبل انا. شوف هون حتى الفيري له آلاف الخصائص، يعني لو بدنا نحكي عنها بدك فصل كامل. ابحث عن الموضوع إذا بهمك، موضوع الفيري بيعلمك عليه بطريقة احترافية، بس أنا بدي أشوف إشي يعطيني نتيجة نهائية. تشوف أنت يعني راح تصير تصفن شوي إنه هذا الشغل حقيقي أو رسم. فش ولا سامبل. شوف هذا موديل انت بتقدر تعمله، لكن اللي بعطيك الديتيلز هاي اللي موجودة هون اللي هو الفيري. هلا بغض النظر هذا مش 3 دي ماكس، بس هذا فيري، هذا شغل فيري. طلع الكاسة اللي هون كيف طالعة معنا، طلع الإضاءة، طلع الإضاءة اللي جاية من برا وتشكيل الظلال لإلها. يعني هذا مش برنامج 3 دي ماكس، بعرف شو اسمه هون. ايش هذا؟ لون 3 دي ماكس. لا بس هون أخذهم على برنامج تاني. في شاشة لفتت انتباهي بس فرجيك إياها، إني أنا في قائمة الرندر اللي عندي فيها ثلاث خيارات، هو عنده آلاف الخيارات في شاشة الرندر. نتيجة خرافية. يعني أصلاً تطلع هون كيف بيحول، شوف كيف بيحول الفريم إلى إيمج. موضوع شائك جداً ومعقد جداً، لكنه هو اللي راح يعطيك انطباع جيد عن الشغل اللي أنت بتشتغله. سألني خالد قال لي راح تطلب منا رندر؟ لا ما راح أطلب منك رندر بصراحة، بس لازم أحكي عن الموضوع، لأن أنا بدي أطلب منك رندر بدك توقف جهازك ساعتين ولا ثلاث ساعات وإنت بتشتغل، لكن لازم تعرف. لكن في مقابل ذلك يا خالد، إذا طلبت منك كاميرا بده يكون عندك القدرة إنك ترسم لي هاي الكاميرا. تمام؟ تمام دكتور، تمام. طيب أنا هيك بتوقف وإن شاء الله بكرة بشوفكم. خلينا أشوف بس في زميلاتكم بدهم يسألوا عن موضوع. يعطيكم العافية. العافية. تنسوش الأسايمنت شباب. تمام دكتور. فري بروجكت، الله يرضى عليكم. يلا.